قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. وحابب اقول في بدايه الفيديو اتمنى ان يوتيوب يسيب الفيديو ده وما يحذفوش، لان الفيديو ده فيه شويه حاجات كده ممكن ما تعجبش يوتيوب، وهنفهم ليه في اخر الفيديو ده. بيبدا الفيلم مع جلسه تحضيريه لمحاكمه، وبنعرف ان المحاكمه دي هتكون بين شركتين او جهتين، وهما شركه ارت بلس كوم الالمانيه، واللي رافعين قضيه على شركه جوجل بيتهموا فيها جوجل انهم سارقين منهم تقنيه اسمها تيرافيزون. وبيكون موجود في الجلسه حاليا المحاميه ليه، واللي تبقى محاميه شركه ارت بلس كوم، وكمان موجود المحامي اريك واللي يبقى محامي شركه ارت بلس كوم برضه، لكنه في الجلسه دي حاليا قايم بدور محامي جوجل بحيث يعني يدربوا عملائهم على المحاكمه اللي هتكون كمان كام يوم. وبيكونوا موجودين برضه السيد كارستن شولتر والسيد يوري مولر، واللي يبقوا صحاب شركه ارت بلس كوم، واللي متهمين حاليا شركه جوجل انها سرقت منهم تقنيه تيرافيزون. حاليا بقى بتبدا المحاميه ليه تسالهم ايه بالظبط موضوع التقنيه دي، فبيبدا كارستن وكمان يوري يحكوا كل الحكايه من اولها لاخرها. وهنا بنرجع للماضي وبالتحديد لاوائل التسعينات في المانيا. بنعرف ان كارستن في الوقت ده كان بيدرس في معهد الفنون لانه كان فنان، وفي مره كارستن عرض على الدكاتره بتوعه في معهد التقنيه كده اختراع، وهي عباره عن حاجه اشبه بنظاره الواقع الافتراضي اللي تلبسها وتخليك تشوف نفسك في مكان ما، وممكن تلعب لعبه في المكان ده وهكذا. ورغم ان الاختراع بتاع كارستن كان وقتها عبقري جدا، لكن كل الدكاتره ما عجبهمش، لانه بكل اختصار الاختراع ده كان فيه مشكله كبيره في البرمجه. واه كان فعلا كارستن قادر يظهر مدينه معينه واشكال حلوه جدا على الشاشه، بس مش عارف يبرمجها كويس، فالموضوع كله كان بايظ. وبعيدا بقى عن دراسه كارستن، فكارستن كان بيشتغل في كازينوهات وكان دايما بيعرض شغله على الشاشات. وهنا بقى ظهر شخص جديد في الصوره، الا وهو يوري مولر، واللي كان في الفتره دي بيشتغل في توزيع المنشورات والصحف. المهم في مره دخل لحانه كده من اللي بيشتغل فيها كارستن، وشاف الاشكال والرسومات اللي عرضها كارستن على الشاشات وانبهر بيها جدا. بفضله انه اصلا مبرمج، عارف ان كارستن عنده مشكله في البرمجه بتاعت الشغل بتاعه. كل اختصار راح يوري كارستن وعرفه انه مبرمج قوي جدا، وعرفه كمان انه يقدر يساعده عشان يطور من شغله، فاتبسط كارستن جدا. ومن اللحظه دي نشات علاقه صداقه قويه جدا بين كارستن ويوري. تاني يوم بقى راح كارستن يقابل يوري في مكتب الحاسوب اللي كان دايما بيقعد فيه، واللي مليان بالمناسبه مبرمجين او مخترعين بمعنى ادق، والعلم يوري كان منهم. المهم ان يوري عرف كارستن انه مش هيقدر يشرح له هنا، وبياخده بقى وبيروحوا شركه برمجيات مشهوره جدا في المدينه. ولحسن الحظ يوري كان عامل للشركه دي شفره الابواب بتاعتها، فبيقدر حاليا يدخل الشركه دي هو وكارستن بكل سهوله. وبس بياخد كارستن لاوضه كده فيها كمبيوتر حديث جدا، وبيقعد يوري وبيبدا يشرح لكارستن ازاي يظهر الصور والاعمال اللي بيعملها على شاشات بشكل سريع وكامل عشان يغطي الشاشه كلها. واثناء ما كان يوري بيشرح لكارستن، كان بيشرح له على صوره او فيديو كده لكوكب الارض، وبيفضل يحرك الكوكب وما الى ذلك. وقتها انبهر كارستن بشكل مش طبيعي، وسال يوري هو جاب الصور او الفيديو ده منين، فعرفوا انه من تصوير الاقمار الصناعيه. وهنا بقى بتيجي فكره حلوه جدا لكارستن، بس قبل ما يقولها ليوري الامن بتاع الشركه بيوصل وبيشوف يوري وكارستن، فبسرعه كارستن ويوري بيهربوا، وبيروحوا وقتها يقعدوا في مكان تاني. وهنا بيبدا كارستن يعرف يوري فكرته. الفكره باختصار انهم يصنعوا تكنولوجيا تاخد صور الارض من الاقمار الصناعيه ويعملوا بيها نظام خرائط عالمي بيظهر كل شبر في كوكب الارض بمنتهى السهوله. ايوه صديقي، زي ما جه في بالك دلوقتي، دي كانت فكره خرائط جوجل ايرث، واللي وقتها اصلا ما كانتش موجوده. الفكره بقى ان كارستون يوري عشان يعملوا حاجه زي دي كانوا محتاجين دعم مادي كبير جدا، فعلى طول خدوا بعضيهم وراحوا شركه المانيه اسمها دويتش تيليكوم، وقعدوا مع رئيس الشركه كلاوس ومساعدته هيلجا، واللي اصلا في الفتره دي كانوا بيدوروا بشكل كبير على مشروع تكنولوجي ضخم بحيث يمولوه ويقدروا يشاركوا في معرض كده اسمه كيوتو التكنولوجي اللي هيتعمل السنه الجايه. المهم ان كارستن ويوري فضلوا يشرحوا لهيلجا وكلاوس فكره مشروعهم، والفكره عجبتهم بجد. لكن هيلجا سالت كلاوس ويوري هل عارفين الطريقه اللي هيعملوا بيها نظام الخرائط العالمي ده؟ والطريقه هنا قصد هيلجا بيه هل معاهم الكود البرمجي جاهز والشغل هيتنفذ على طول ولا ايه؟ فعرفوها يوري وكارستن انهم لسه ما وصلوش للكود النهائي، لكن طبعا مع الشغل هيوصلوا. وقتها رفضت هيلجا وكلاوس المشروع خالص، لكن كارستن ما استسلمش واكد لهم انهم لو وافقوا ومولوهم هيقدروا يتموا المشروع ده في اسرع وقت. فعرفهم كلاوس انهم يقدروا يستنوا بره لحد ما ياخدوا قرارهم ويرجعوا لهم تاني. وفعلا بعد شويه جم كلاوس وهيلجا لكارستن يوري وعرفوهم انهم موافقين على تمويل المشروع. طبعا فرحوا كارستن يوري بشكل مش طبيعي وبداوا على طول في الشغل. وكانت اول خطوه دلوقتي لازم يعملوها انهم يجمعوا فريق كامل يشتغل معاهم، وبالفعل راحوا النادي الحاسوب بتاع يوري وقدروا يجمعوا مجموعه من مبرمجين موجودين هناك عشان خاطر يشتغلوا معاهم. بعد كده راحوا للجامعه بتاعت كارستن وبرضه قدروا يقنعوا اتنين فنانين كده يشتغلوا معاهم في التصميم وما الى ذلك. بعدها راحوا الكل الشقه كده واللي هتبقى مكتب عملهم من هنا ورايح.
وهناك كانت موجودة أجهزة كمبيوتر متطورة من شركة دويتش تيليكوم عشان يشتغلوا عليها. وقبل الشغل بدأ يوري بقى يقسم المهام عليهم. المهام باختصار كان إن فريق المبرمجين هيشتغلوا على تجميع صور الأقمار الصناعية لكوكب الأرض، لأن الصور دي هتتكون منها الخرائط. أما الاتنين الفنانين اللي من معهد كارستن، فكان واحد منهم شغله إنه يصنع شيء يتحكموا بيه في نظام الخرائط ويكون شيء فني كده ومعبر عن الموضوع. اما التاني فكان دوره انه يكون المحاسب بتاع الفريق، لانه يعني كان عنده حساب مصرفي مش اكتر من كده. اما بقى يوري فدوره انه ياخد البرامج الصغيره اللي هيصنعوها المبرمجين اللي معاه حاليا، وهيجمع الصور بقى اللي معاهم دي كلها ويصنع الشفره او الكود اللي يجمع كل ده في تطبيق او نظام واحد. بس استنى الشغل اشتغل بقى. وفعلا بيبداوا الكل يشتغلوا في تناغم وتفاهم كبير جدا جدا، وكانت كل حاجه فعلا ماشيه تمام لحد ما بنوصل ليوم راس السنه سنه 1993. في اليوم ده كل الفريق كانوا بيحتفلوا عشان خاطر راس السنه ما عدا شخص واحد، الا وهو يوري، واللي كان بيواجه مشكله كبيره دلوقتي لانه مش عارف يكمل النظام. تاني يوم قعد يوري مع كارستن لوحده وعرفه ان عنده مشكله في النظام لانه كبير جدا جدا ومش قادر يتحكم فيه بالكامل، ده غير انه قدامهم وقت قصير جدا على معرض كيوتو، وكمان كلاوس وهيلجا عايزين يشوفوا النتائج في اقرب وقت. وقتها بيعرف كارستن يوري انه هيقدر ياخر زياره كلاوس وهيلجا، وفعلا بيعمل كارستن اتصالاته وبيقدر ياخر ميعاد الزياره شويه. وبكده بقى عند يوري وقت محترم يشتغل فيه، وفعلا بيفضل يوري يشتغل ويشتغل ويشتغل، لكن للاسف كل مره بيفشل. ومن كتر الشغل والاجهاد الكبير جدا اللي عند يوري بيتعب وبيتنقل للمستشفى. واثناء ما كان يوري في المستشفى بيجيله كارستن يزوره، وهنا بقى بيفضلوا يوري وكارستن رغم ان هما في المستشفى يفكروا ويفكروا ويفكروا لغايه ما بيقدر يوري يوصل لحل، وهو انه يقسم النظام الكبير والمعقد ده لانظمه صغيره بسيطه ويبرمج كل النظام على حده، بعدين يربطهم مع بعض وهيكون عنده النظام كامل. وبس الفكره دي كانت الشراره اللي دفعت يوري، فعلى طول خرج من المستشفى وراح على المكتب وبدا تنفيذ فكرته. لكن كانت في مشكله صغيره جدا، وهي ان كلاوس وهيلجا اصروا يجوا يزوروا المكتب ويشوفوا الشغل ده. في اللحظه دي فضلوا الكل يفكروا يعملوا ايه، لحد ما توصلوا مع بعض كده انهم هيفهموا كلاوس وهيلجا ان المشروع تم بالكامل على خير، وهيوروهم نماذج لخرائط بعض المدن اللي خلصوها، وبكده هينبهروا وهيقرروا يخلوهم يشاركوا في معرض كيوتو وكل حاجه تتم بخير. وفعلا بيوصلوا كلاوس وهيلجا وبيدوا لكل هديه مجسم لكوكب ارض كده، وخليك فاكر المجسم ده لشويه. المهم يعني ان كلاوس وهيلجا بقى بيقعدوا مع الكل وبيبداوا يشغلوا النظام ويظهروا لهم خرائط لبعض المدن، والخرائط دي كانت بتظهر كل حاجه في المدن حتى البيوت، وده ابهر هيلجا وكلاوس لان دي كانت حاجه فوق الطبيعه وقتها. وبس خلاص كده قرروا انهم هيشاركوا بالمشروع ده في معرض كيوتو اللي جاي. بعد الزياره دي اتكلم واحد من الفريق مع الكل، واللي بقى الفنان اللي اسمه برند بقى عرف الكل انه هيصنع جهاز التحكم في نظام الخرائط ده على شكل مجسم لكوكب الارض، ان الفكره جات له من المجسم اللي جابه كلاوس هديه النهارده. فبيفرحوا الكل وبيوافقوا على المجسم ده. بعد كده بتفضل الايام تعدي وتعدي وتعدي، ويوري والكل بيشتغلوا لحد ما بنوصل لمعرض كيوتو، واخيرا بيروحوا الكل المعرض عشان يعرضوا مشروعهم. لكن بتحصل مشكله كده، وهي ان امريكا كانت في الفتره دي في المعرض ده برضو مشاركه بنظام جديد كده اخترعوه، وهو نظام بيسمح لهم يربطوا مجموعه من الشاشات ببعض ويعرضوا عليها حفله كامله. وبسبب كده كل الموجودين ركزوا مع الحفله وكانوا مبهورين، ومحدش ركز مع مشروع فريقنا، وده احبط الكل. لحد ما جه شخص اسيوي كده في المؤتمر ولفت نظره المشروع ده وحب يجربه، وقدر يشوف صور لمدينته اللي اتولد فيها، وده ابهره جدا جدا. وبالتالي بدا الراجل ده بدوره يخلي كل الموجودين يشوفوا المشروع ده، وبكده كل في المعرض بيشوفوا المشروع وبيجربوه، والمشروع بينجح بشكل مش طبيعي. وبس يا سيدي هي دي الحكايه، وبنخرج بقى من الذكريات دي وبنرجع لجلسه التحضير للمحاكمه. وبيكون كارستن حاليا قاعد مع المحاميه هاوس فيرس، والكل بيعرفوهم دلوقتي ان المشروع بتاعه هو يوري وباقي الفريق اتسرق، واللي سرقوه هم شركه جوجل وسموه جوجل ايرث. وبيبدا بقى كارستن يعرض فيديو كده بيوضح لكل النظام بتاعه ونظام جوجل ايرث، واللي يعتبروا متطابقين تماما، وده دليل على سرقه جوجل للنظام. بس ثانيه واحده، ازاي جوجل اصلا سرقوا النظام ده؟ عشان نعرف الاجابه دي محتاجين نرجع للماضي تاني. بنرجع للماضي وبنشوف ان كارستن ويوري بعد ما نجحوا في مؤتمر كيوتو زعصتهم بشكل كبير، واتشهروا في كل حته ولفوا العالم كله تقريبا عشان يحضروا مؤتمرات او تكريمات وما الى ذلك. وفي مره سافروا لامريكا وتحديدا لسيليكون فالي موطن التكنولوجيا، وهناك بقى راحوا شركه سيليكون جرافيكس وقابلوا صاحبها براين اندرسون. براين يعتبر من اقوى الناس في عالم التكنولوجيا في الفتره دي، وفي الفتره دي برضه شركه براين كانت بتشتغل في حاجات كتير منها مونتاج الافلام وحاجات زي دي.
مهم ان براين قعد مع يوري وكارستن وعجب جدا بشغلهم، وفضلوا الكل يتكلموا سوا ازاي ممكن يطوروا تقنية تيرافيزون. وقتها قال يوري فكرة كده، والفكرة دي باختصار هي انهم يصنعوا اجهزة حاسب ويدمجوا في الاجهزة دي تقنية تيرافيزون، بحيث كل البشر يقدروا يستخدموها. وقتها ممكن يخلوا كل حاجة في النظام ده حقيقي، بمعنى انه يخلي النظام عبارة عن 3D او حاجة زي كده، بحيث ان انا مثلا لو ببحث عن مكان معين في الخرائط دي اقدر اعرف درجة الحرارة ونظام الاسعار والمواصلات وكل حاجة موجود في المكان ده بالظبط، بحيث تكون رؤية كاملة عن المكان اللي انا عاوز ازوره مثلا. وقتها اعجب براين جدا بافكار يوري، لدرجة انه عزم يوري وكمان كارستن على حفلة في الليل. وبالفعل في الليل راحوا الحفلة دي، وبمجرد ما وصل براين للحفلة خد يوري وفضل كارستن طول الليل لوحده، وده كان مضايق كارستن جدا لانه كان حاسس ان يوري صاحبه بيبعد عنه. المهم ان تاني يوم بقى جه يوري كارستن وعرفه ان براين عرض عليه فرصة شغل عشان يشتغل معاه. وقتها اتصدم كارستن وفضل يقنع يوري انه يرفض الفرصة دي ويرجعوا المانيا ويشتغلوا وهيقدروا ينجحوا. وقتها كان يوري شايف ان دي فكرة مستحيلة، خصوصا ان الناس في المانيا بعيدة جدا عن التكنولوجيا في الوقت الحالي، لكن كارستن يعني قدر يقنعه في المجمل. ففعلا راح يوري لبراين تاني يوم واعتذر له وودعوه هو كارستن، ورجعوا مرة تانية على المانيا. وهما رجعوا المانيا حولوا مكتبهم الصغير لشركة كبيرة، وكان شغال معاهم حاليا كل الفريق اللي اشتغلوا معاهم في نظام تيرافيزون بتاع الخرائط. بعد فترة بقى كارستن ويوري استقبلوا اول مستثمرين ليهم، وهم كلاوس وهيلجا من شركة دويتش تيليكوم. قعدوا يوري وكارستن معاهم وعرفوهم انهم عاوزين يطوروا نظام تيرافيزون اللي عملوه زمان، ويصنعوا اجهزة حاسوب جديدة مدمج عليها التقنية دي بعد ما يطوروها اكتر زي ما يوري اقترح قبل كده. وعرفهم انهم عاوزين تمويل المشروع ده بقيمة 6 او 7 مليون. طبعا الرقم ده صدم كلاوس وهيلجا ورفضوا يستثمروا نهائيا، وده احبط يوري وكارستن، لكنهم ما استسلموش وبداوا يوري وكارستن يلفوا على كل الشركات والمستثمرين يطلبوا منهم يستثمروا في مشروعهم بحيث يقدروا يتموه، لكن ما حدش رضي يستثمر معاهم خالص. وده خلى يوري وكارستن يروحوا مره تانية لشركه دويتش تيليكوم وقابلوا كلاوس وهيلجا. فعرفهم كلاوس وهيلجا انهم مش هيدعموا مشروعهم الاستثماري ده، ولكن ممكن يدعمهم انهم يعملوا مشروع فني صغير كده يتقدم في مؤتمر من المؤتمرات زي ما حصل مع تيرافيزون زمان. وقتها يوري وكارستن رفضوا وسابوهم ومشيوا. بعدها اجتمعوا يوري وكارستن مع كل اصحابهم في الشركه عشان يفكروا ممكن يعملوا ايه. فوقتها بقى في بنت من الفريق اسمها كريستين كانت شافت خلاص ان الشركه وقعت، فقررت تمشي من الشركه وتسيبها. وقتها راح يوري ودعها لانها كانت صديقته من زمان. بعدها رجع لكارستن ولاول مره اتخانق مع كارستن قدام كل الموجودين انه ضيع له فرصه ممتازه جدا في الشغل مع براين، وحاليا اهو مش لاقيين ياكلوا لان الناس هنا ما يعرفوش اي حاجه عن التكنولوجيا والكمبيوترات والنت والتطور ده كله. طبعا وقتها كارستن زعل، لكنه عرف يوري انهم اكيد في يوم هينجحوا باللي بيعملوه ده، والتكنولوجيا هتوصل لكل حته حتى المانيا. وبس يا سيدي زي ما يكون كلام كارستن حاسس لانه بجد اتحقق، لان بعد فتره اجتاح الانترنت واجهزه الكمبيوتر المانيا كلها، وبالتالي بقى في مستثمرين كتير عايزين يستثمروا في تقنيه تيرافيزون وغيرها من التقنيات في الشركه، وده خلى الشركه بتتطور اكتر واكتر وتزدهر كمان. ولحد هنا كل حاجه كانت تمام وماشيه زي الفل، لكن ودايما في لكن في الموضوع، حصلت كارثه غيرت كل حاجه. في مره كارستن اكتشف ان براين سرق التقنيه بتاعتهم وحاليا بيطورها مع جوجل، وناويين يسموا البرنامج اللي هينتجوه ده جوجل ايرث. طبعا اتصدم كارستن وجاب يوري والكل ووراهم المصيبه اللي حصلت دي. في اللحظه دي كل في الشركه اتصدموا هم التانيين وما كانوش فاهمين اي حاجه. وقتها بقى خد كارستن يوري في المكتب واتكلم معاه، وفضل يساله ازاي براين عارف اكوادهم وبرامجهم عشان يسرقهم اصلا. عرفوا يوري انه في اليوم اللي سهر مع براين في الحفله فضلوا يتكلموا ويشربوا، وللاسف يوري قال كل حاجه عن تيرافيزون، وده اللي خلى براين حاليا يقدر يسرق تقنيتهم بكل سهوله. طبعا الكلام ده نزع على كارستن كالصاعقه، لان حرفيا كل حاجه سعوا ليها اتدمرت بسبب صديق عمره اللي عرف كل اسرار التقنيه بتاعتهم لواحد زي براين. اما يوري بقى فكان مصدوم هو التاني انه كان فاكر ان براين صديق ليه بجد، وعشان كده تواصل يوري مع براين من خلال الايميل، وبراين رد عليه وقتها. فرح يوري جدا وعرف كارستن ان براين رد عليه واعتذر له على سوء الفهم اللي حصل ده، وناوي يجي له قريب جدا عشان يتكلموا. وفعلا ما عداش وقت طويل ووصل براين لالمانيا، وجه شركه كارستن ويوري وقابلهم. وقعد مع كارستن ويوري وباقي اللي في الشركه كلهم. في الوقت ده بقى براين بدا يتكلم مع الكل وعرفهم انه من فتره ساب شركه سيليكون جرافيكس وكان قاعد من غير شغل، لحد ما الشركه بتاعت جوجل اتكلموا معاه في مره وطلبوا منه انه يشتغل على فكره جوجل ايرث. وبسبب المعلومات الكتير اللي عرفها براين من يوري قدر يقدم لهم عرض لفكره جوجل ايرث، ووافقوا عليها وطبقوها. وبيعرفهم براين حاليا ان الشركه بتاعت جوجل ناويين يتعاقدوا مع شركتهم دي ويدفعوا لهم من 3 ل 5 مليون دولار مقابل تيرافيزون، وكمان هيخلوهم يشتغلوا معاهم دايما ويطوروا برنامج جوجل ايرث اول باول. وقتها طبعا الرقم زاغ للعيون كارستن ويوري والكل،
فوافقوا على العرض بدون تفكير، ومدام اتفقنا نحتفل بقى. وفعلا صديقي طول الليل بيقضوا لكل احتفال احتفال احتفال. وتاني يوم ولما الحفله خلصت وماشى براين، اتكلم كارستن مع يوري وعرفه ان براين طلب منهم يبعتوا لشركه جوجل ايرث براءه اختراع تيرافيزون عشان يوافقوا عليها ويبعتوا عرض رسمي للشغل سوا. وقتها عرف كارستن يوري انه هيجيب برضه محامي يدير الامور دي كلها. الكلام ده بقى يا صديقي عصب يوري العبيط، لانه شايف ان براين صاحبه مش لازم يعني محامي في الموضوع لان الموضوع امان. فاضطر للاسف كارستن يسمع الكلام ده وبعته العرض من غير وجود محامي ولا اي حاجه. بعد فتره بقى جه لكارستن ويوري ثلاثه المفروض يعني ان هم محاميين لشركه جوجل. الثلاثه دول عرفوهم ان مستر براين مش هيعرف يجي، وهم حاليا جايين مكانه يقيموا العرض اللي بعته. ومن الاخر كده احنا رافضين العرض بتاعكم لاننا بنشكك في براءه الاختراع بتاعتكم. طبعا الكلام ده عصب الكل، خصوصا كارستن اللي شايف انهم لو كان معاهم محامي ما كانش هيضحك عليهم كده. المهم ان يوري كان لحد دلوقتي لسه واثق في براين، معرفش ليه والله، بس عموما يعني اتصل ببراين وساله ايه الحل. فعرفوا براين بكل عصبيه ان برنامجه غير البرنامج بتاعه، وبالتالي هو فعلا ما سرقش منهم اي حاجه وملوش لزوم اصلا يشاركوا. طبعا كلام براين ده فاجئ يوري بشكل مش طبيعي، وخلى يوري يفضل يشتغل فتره طويله جدا على شفره جوجل ايرث عشان يشوف هي متطابقه مع شفره تيرافيزون ولا لا. بعد فتره راح يوري يقابل كارستن في معرض فني كده كان كارستن عامله، لان كارستن في الاول والاخر فنان اوعى تنسى. المهم يعني ان يوري عرف كارستن ان الشفره طلعت متطابقه جدا، وكده براين سرقهم ولازم يقادوه هو وشركه جوجل. طبعا الكلام ده عصب كارستن لانه كان عارف من زمان ان براين بيسرقهم، ويوري اللي ما كانش مصدق. لكن على الرغم من ده كله كارستن قرر دلوقتي يلف مع براين على المحامين، واول محامي راحوا له ما كانش يعرف يعني ايه برنامج وكود اتسرق والكلام ده كله، فرفض القضيه. اما بقى المحامي التاني فعرفهم انه فاهم كلامهم كويس جدا لكنه مش هيقبل القضيه بتاتا، ان بكل اختصار القضيه خسرانه. اللي بقى خسرانه لان بكل بساطه شركه جوجل خلتهم يقدموا هم بنفسهم عرض رسمي بتيرافيزون، لكن جوجل هم اللي رفضوا العرض. فسهل جدا في المحكمه يقولوا اننا ازاي سرقنا تيرافيزون، وفي نفس الوقت صناع تيرافيزون نفسهم هم اللي عرضوا علينا نشتري البرنامج واحنا اللي رفضنا، وبالتالي هم بس بيعملوا كده عشان يوقعونا لاننا رفضناهم مش اكتر. يعني من الاخر شركه جوجل وبراين عرفوا يلعبوا عليهم صح، وهم عبط عشان ما كانش معاهم محامي. عامه بعد ما قابلت المحامي دي بكام يوم راح كارستن ليوري وعرفه انه اتقبل في شغلانه معلم في كليه الفنون، ولو يشتغل فيها ويسيب الشركه ويشوف حياته بقى، ان الشركه خلاص اتدمرت. طبعا وقتها اتصدم يوري وحاول يرجع كارستن عن قراره، لكن كارستن رفض. وبس من اللحظه دي يوري وكارستن ما شافوش بعض خالص، وشركتهم انتهت تماما. واه من اللحظه دي يا صديقي ما شافوش بعض لحد الاجتماع بتاع المحاكمه اللي هم فيها حاليا مع محاميهم. حتى في الاجتماع ده مش بيتقابلوا سوا، بل المحاميين بيقعدوا مع كل واحد على انفراد لانهم شبه مش بيتكلموا سوا من وقت ما فضوا الشركه. المهم بما اننا خلصنا قصه الماضي بنرجع بقى للوقت الحالي، وحاليا بتكون المحاميه لي والمحامي اريك مع يوري وبيدربوه على المحاكمه. وبما ان اريك قايم دلوقتي بدور محامي شركه جوجل، فبيفضل بقى يضغط على يوري ويعرف يوري انه وصل له معلومات كده انه مريض نفسي، فهل المعلومات دي صحيحه ولا لا؟ ولو صحيحه فهل مرضه النفسي ده بيخليه يتخيل ان براين سرقه هو وكارستن؟ بسبب كلام اريك ده يا صديقي بيتعصب يوري لانه فعلا عنده مشكله نفسيه، فبيسيب الاجتماع وبيمشي. وقتها بيخرجوا لي واريك وراه وبيحاولوا يفهموه ان هم بيدربوه على كل حاجه، لان كل حاجه ممكن تحصل في المحاكمه ولازم يكونوا عاملين حسابهم لكل حاجه. لكن يوري مش بيقتنع وبيقرر ينسحب من القضيه. وقتها بتروح لي تقابل كارستن وهو بيدرس محاضره كده في الجامعه، وبتعرفه ان يوري انسحب من القضيه. فبيقرر كارستن ان هو هيتصرف معاه ويرجعه، وبالتالي بياخد كارستن بعضه وبيسافر ليوري بيته، وبتكون دي اول مقابله بينهم من وقت ما فضوا الشركه زمان. المهم ان كارستن ويوري بيقعدوا سوا وبيفضلوا يسترجعوا ذكرياتهم بتاعت الماضي، وزي ما تقول بينسوا كل خلافاتهم. وبيعرف كارستن يوري انه لازم يرجع للمحاكمه عشان يقدروا ينتصروا على شركه جوجل وبراين ويرجعوا حقهم اللي اتسرق منهم زمان. فبيوافق يوري وبيقرر انه هيكمل في القضيه مع كارستن صديق عمره. وبس يا سيدي بتعدي بقى الايام وبنوصل لاول ايام في المحاكمه. واول يوم في المحاكمه ما بيكونش يعني مهم قوي، لانه بيكون عباره بس عن افتتاح الجلسات، وكل فريق دفاع بيقول جلسته الافتتاحيه وبيقدم ورقه وما الى ذلك، سواء بقى فريق دفاع يوري وكارستن بقياده لي، او فريق دفاع جوجل وبراين بقياده المحامي المخضرم العبقري وورن. تاني يوم بقى في المحاكمه بيكون يوم تحديد تعويضات الماليه، وفي اليوم ده المفروض ان كل محامي بيجيب خبير مالي مخضرم يقدر بقى حجم الفلوس بتاعه التعويضات اللي هياخدوها يوري وكارستن في حال انهم فازوا بالقضيه. ومحامي جوجل وبراين وورن بيجيب دلوقتي خبير مالي اسمه بويد، وقتها بويد بيقدر التعويضات الماليه اللي ممكن ياخدوها يوري وكارستن لو فازوا بالقضيه بصفر حرفيا، لانه بيقول ان شركه جوجل مش بتكسب اي فلوس خالص من جوجل ايرث.
لكن بعد كده بتجيب لي الخبيرة المالية مارتينيز، وبتقدر مارتينيز تثبت ان شركة جوجل بتكسب جدا من تقنية جوجل ايرث وفلوس كتير جدا، وبتقدر التعويضات المالية ب 700 مليون دولار. ومن بينتهي اليوم على كده، وتالت يوم بقى في المحاكمة بيكون يوم استجواب كارستن. بيبدأ بقى المحامي وورن استجواب كارستن وبيحاول يحاصر كارستن بالأسئلة، لكن بفضل تعليمات ليه وفريقها بيقدر كارستن يتغلب على وورن في المحاكمة، وده بيكون مفرح للكل. في ربع يوم بقى من أيام المحاكمة بتستدعي ليه عالم في علوم الحاسوب اسمه دكتور كالاهان، وبتبدأ ليه تسأل دكتور كالاهان عن شفرة تيرافيسون وهل متشابهة مع شفرة جوجل إيرث ولا لأ. بيأكد كالاهان إن شفرة جوجل إيرث مسروقة بشكل واضح وصريح ومفيش أي مجال للشك، وبيبدأ بقى كالاهان يشرح الأدلة اللي بتثبت كل الكلام ده. المشكلة هنا ان دكتور كالاهان ده رجل اكاديمي زيادة، وكان بيشرح كلامه بشكل اكاديمي وعلمي زيادة عن اللزوم، صعب حد يفهمه، وده بيعصب يوري جدا لدرجة انه بيسيب المحاكمة. فبيخرج وراه كارستن وبيحاول يهديه. بعد كده بيبدأ وورن يستجوب دكتور كالاهان، وللأسف بيقدر يستخدم نقطة ضعف كالاهان واللي هي ببساطة انه فاشل في تبسيط المعلومات، وبيخلي كلام دكتور كالاهان ملوش اي لازمة بالنسبة للمحلفين انهم حرفيا مش فاهمين اي حاجة. لكن يعني في كل الاحوال بيعدي اليوم ده كمان في المحاكمة. في اليوم بقى الخامس بيجيب وورن عالمة في علوم الحاسب اسمها تشين، وبيخليها تثبت ان جوجل ايرث ما سرقتش شفرة من تيرافيزون، وبتعتمد تشين في شهادتها على تبسيط المعلومات جدا او الغش في المعلومات، لانها كانت بتكذب بس قدرت توصل لهيئة المحلفين ان فعلا جوجل ايرث شفرة مستقرة ومش مسروقة من حد. عامة بقى بعد كده بتبدأ ليه تستجوب تشين، وبتقدر تثبت كذب تشين قدام المحكمة كلها، وده بيفرح الكل برضه. بس يا سيدي تاني يوم بقى بيكون اليوم السادس والاخير في المحاكمة، واللي هيشهدوا فيه يوري وبراين. فعلا بتبدأ المحاكمة وبيبدأ وورن يستجوب يوري، وبيقدر يوري يرد على كل اسئلته بثبات كبير، وبيثبت فعلا ان جوجل ايرث سارقين الشفرة منهم. واكبر دليل الكلام براين اللي كان دايما بيقوله ليوري ان جوجل ايرث نشأت بسبب وجود تقنية عبقرية زي تقنية تيرافيزون. واثناء ما يوري بيتكلم بيوصل براين للقاعة، وبتكون دي اول مرة يوري يشوف براين من ساعة ما جالهم في المانيا من سنين. عامة بيقدر يوري يتغلب على توتره وبيكمل شهادته على خير. وبعده بقى بيدخل براين وبيبدا يقول شهادته. في الاول بيبدا وورن هو اللي يستجوب براين، واثناء الاستجواب ده بينفي براين اصلا انه فاكر يوري او كارستن، وده بيصدم الاثنين خصوصا يوري اللي كان فاكره صديقه. عامة بينهي وورن الاستجواب على كده وبيدي كل استراحه، وفي الوقت ده بيتكلم كارستن مع براين وبيطلب منه يقول الحقيقه ولو مره في حياته، لان بسبب تقنيه يوري وكلام يوري معاه هو حاليا غني وفي منصب مهم جدا. غير كده كان زمانه مرمي في الشارع بعد ما شركة سيليكون جرافيكس طردوه. طبعا بيتصدم براين من الكلام ده لانه صح، لكنه مش بيعمل حاجة وبيمشي. بعد فترة بتخلص الاستراحة وبتبدأ المحاكمة من جديد، والمرة دي بقى بتستجوب لي براين وبتسأله بشكل مباشر وصريح هل فعلا سبق وقال ليوري ان لولا وجود تقنية تيرافيزون ما كانتش جوجل ايرث هتكون موجودة؟ في اللحظة دي ورغم ان براين قال كده فعلا، الا انه بيفضل يفكر وفي النهاية بينفي الكلام ده كله، وبيقول على يوري انه شخص كذاب، وان علاقته بيوري ما تتعداش غير انه قبله مره ولا اتنين هو وشريكه كارستن، وما كانش فيه فرصه حتى انه يسرق منهم اي حاجه. وبيعرف الكل انهم مجرد مبرمجين شركتهم فشلت، فعملوا الحوار ده كله عشان يطلعوا فلوس كتعويض. طبعا الكلام ده بيزعل يوري جدا، لكنه يعني مش بيقول ولا بيعمل اي حاجه من الصدمه. وبينتهي استجواب ليه لبراين، وبيعلن القاضي عن الحكم، واللي للاسف بيكون في مصلحه براين. اما كارستن ويوري فمش هياخدوا اي حاجه خالص، طبعا احبطهم، لكنهم بيكونوا فرحانين انهم على الاقل حاولوا. في نفس اليوم بالليل بيروح يوري وكارستن ومعاهم المحاميه ليه لكافيه كده، ويفضلوا يشربوا ويلعبوا على العاب هناك وهم مبسوطين شويه. وبس بتخلص الليله وبيودعوا كارستن ويوري ليه لانهم مش هيشوفوها تاني. بس قبل ما تسيبهم ليه وتمشي بتعرفهم ان قضيتهم كانت اكتر قضيه نفسها تكسبها، لانهم فعلا اتظلموا، وبتتمنى لهم بقى الخير وبتسيبهم وبتمشي. اما يوري وكارستن فبيقرروا يرجعوا بلادهم ويكملوا في حياتهم وينسوا تيرافيزون للابد. بس هنا بينتهي المسلسل، واللي عايزك تعرف يا صديقي انها للاسف قصه حقيقيه، والاحداث دي كلها حصلت فعلا. حقيقه يوري من اغبى الناس اللي ممكن تكون شفتهم في حياتك، واللي للاسف كان سبب كبير في ضياع حقه وحق كارستن والشركه. لكن برضه شركه جوجل وبراين بيقع عليهم غلط كبير لانهم مستغلين. يعني يا صديقي قضيه يوري وكارستن فشلت، لكنها فتحت الباب قصاد شركات كتير جدا حكموا جوجل لانهم برضه خدوا منهم حاجات كتير. وفي كتير قدروا ياخدوا حقهم، ويمكن دي افضل حاجه عملوها يوري وكارستن انهم شجعوا الشركات الناشئه يطالبوا بحقهم. وفي النهايه اتمنى يكون المسلسل ده عجبكم، ويوتيوب ما يزعلش من الفيديو ده لان يوتيوب تبع جوجل. وبس كده، سلام.